يعني أمرين. الأمر الأول، النظام السابق هم أولئك الذين كانوا يريدون إحصال الأقباط، وأيضا كانوا يريدون محاصرة الجماعات الإسلامية، فأصبح الأقباط كبش فداء لهذا الموضوع. وأيضا الأمر الثاني وهي الثقافة المتشددة لدى الكثيرين، والتي خلقتها الأنظمة السياسية المتعاقبة، سواء في عهد منذ عهد الرئيس أنور السادات حينما قال أنني رئيس مسلم لدولة مسلمة، وفي عهد الرئيس مرسي أيضا حينما استحوذ الإخوان والسلفيين على مقاليد الأمور، وأصبح هناك إقصاء حسب يعني مناهج متشددة دينية إزاء الأقباط، مثلا موضوع الولاية، لا ولاية لغير مسلم على المسلم، وموضوع أيضا عدم بناء الكنائس أو التضييق في بناء الكنائس، أو عدم الإلحاق في الوظائف العليا. وطبعا ده شفناه في تشكيل الوزارة الأخراني، وفي تشكيل وفي حركة المحافظين قد خلت تماما من أي محافظ، وفي أيضا حركة رؤساء الجامعات، إلى آخر هذه الأمور التي أصبح الأقباط يستشعرون أنهم ليسوا مواطنين. لكن لا أستطيع أن ألوم الأخوة المسلمين بأنهم خلقوا الفتنة الطائفية، وإنما خلقت من أنظمة فاسدة، وبيض أيضا من تيارات متشددة. أن المسلمين العقلاء وما أكثرهم استطاعوا أن يحتووا هذا الموضوع، ويتفهموا تماما أن ليس للأقباط الداخل ولا الخارج، يعني في جمعهم أي تصلة أو أي تسبب في هذا الفيلم المسيء الذي استهجناه نحن كأقباط سواء في مصر أو في الخارج، واستنكرناه، وقفنا مع المسلمين إيمانا منا بأنه لا يجوز الاعتداء أو التعدي على أي رموز دينية. مش قانون، يوجد قانون، ولكن القانون لا يطبق إلا من ناحية واحدة، وهو يطبق فقط على المسيحيين الذين ينسب إليهم أنهم ازدادوا الدين الإسلامي، لكن لا يطبق البتة على من يزدري الدين المسيحي. وقد تقدمنا بأكثر من 23 بلاغ حتى الآن، ولم يحرك سوى بلاغ أبو إسلام، والذي جاء تحريكه على خلفية وقوف الأقباط مع المسلمين يبان الفيلم المسيء للرسول. مفاصل الدولة أصبحت متأخونة، الإعلام متأخون، الإعلام الرسمي أقصد يعني، المحليات متأخونة، الثقافة التعليمية بدأت تدخل فيها ويغزو فيها التأخون، وبالتالي يعني تركوا أمورا للعامة، يعني أراد البعض أن يستغلها في إبعاد الأقباط، والنظرة إلى الأقباط نظرة متدنية ونظرة دونية، ونظرة أنهم يعني كفار أو يعني غير مؤمنين. أنا كما قلت وأقول وسوف أقول أن أسوأ عهد الأقباط ما زال، يعني لم يكن هناك ما يأتي أسوأ، لكن يعني أعتقد أن يعني عهد مرسي أسوأ بكثير من عهد مبارك، لأن عهد مبارك كان هناك اضطهاد الأقباط أيضا، ولا نترحم على عهد مبارك، ولكن لم يكن اضطهادا سافرا واضطهادا معلنا. في عهد مبارك كان يوجد 2 من المحافظين، كان يوجد 3 من الوزراء، ما كانت تهدم كنيسة علنية أو تحرق كنيسة علنية، لكن في عهد مرسي حرقت الكنائس ودمرت الكنائس وأخصي الأقباط، ولا يوجد محافظ مسيحي، ولا يوجد رئيس جامعة مسيحي، ولا يوجد سوى وزيرة من بين 34 وزير بنسبة 0.5%. كل هذا حصل في عهد مرسي. لما نرى أبناء قصر يتم خطفهم وإجبارهم على شهادة الإسلام، لم نجد هذا الإزدياد الهجري في عهد مرسي. لم نرى ازدياد الهجرة للخارج، المسيحيين بما تنتابهم من مخاوف وقلق على أولادهم وعلى أعراضهم وعلى أموالهم إلا في عهد مرسي. سياسي يكون لكل المصريين وليس لفئة دون أخرى، لابد أن يعمل في يعني حوار مجتمع مع كافة القوى السياسية، لابد أن يتخلى عن أي حزب كان ينتمي إليه أو جماعة ينتمي إليها، لابد أن يتخلى عن موضوع يعني الرئيس بناء على توجيهات الرئيس، لابد أن يتخلى عن النظام السابق وعن مفهوم النظام السابق هو مؤسسة. الدكتور مرسي يعرف واجبات الرئاسة تماما، ويعرف أنه رئيس كل المصريين، وأن يعني ينعكس أقواله قولا وعملا، ولا يكون خطيبا أو إماما لمسجدا، وإنما يكون رئيسا لدولة. كان لابد أن يقال فورا، لأنه شخص أو شخصية مع احترامي لشخصها يعني غير مرغوب، يريد أن يستأسد على الجمعيات التأسيسية في موضوع النيابة الإدارية وقضايا الدولة،
وأيضا لا يمكن بحال من الأحوال أن نقبله كرئيس لحقوق الإنسان.